مرحبا بكم مع حكيمة بالعاصمة. إن شاء الله نتمنى عام دراسي 2022 و2023 يكون عام خير على التلاميذ تاعنا، وإن شاء الله اللي راهم مقبلين على شهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا إن شاء الله نتمنى لهم النجاح ويحققوا يعني الأمل تاعهم في الدراسة. ونقول لكم إن شاء الله يعني كل واحد اللي يتمنى حاجة إن شاء الله يلحقها. أنا راني رايحة نوريكم يعني زوج بنات كيما نقولوا سوتنا والماستر مات فينانس، وجابوا لنا يعني لي باغ تاع الحلوة، ونوريكم يعني الحلوة واش داروا. راني حنقسمها معاكم باش تشوفوا واش داروا في الماستر بعد ما سوتنا والماستر تاعهم. انا راني رايحه بسم الله يعني نوري لكم يعني بالنسبه للنجاح تاع الماستر، يعني نوري لكم لي كاتو لي داروهم. يعني شوفوا الله يبارك، ما نقولوش غير في الزواج يعني بمناسبه الزواج، نقدروا ما في النجاح نديروا حاجه حلويات يعني كما نقولوا يشرفونا بهذا النجاح تاعنا. بسم الله نوريكم، والله راني حنحلها معاكم وتشوفوا يعني واش داروا. نوريكم بالحبة، بسم الله نبداو في الوسط. يعني هذه البقلاوة يعني ما شاء الله، نزيدوا الكاطو الدوزيام يعني شوفوا مقروط اللوز، يعني نقولكم الله يبارك. وهذه الجوزية مانيش عارفه راني نحل معاكم، وهذه يعني حلوه كي صابلي فيها الكلاصاج. ونقول لكم يعني هاد لي كاطو نداروا على شهاده الماستر فينانس، يعني نقول لكم الله يبارك نقدروا يعني نديروا حاجه كبيره في النجاح تاع ولادنا كي ينجحوا في الامتحانات، خاصه شهاده يعني الماستر. نقول لكم يعني حاجه تشرف بزاف، يعني نقول لكم يعني ما نجاح حاجه كبيره يعني كيف كيف. واش وريت لكم يعني جوسيه يعني ومقروط اللوز والبقلاوه وهذيك الحلوه اللي قلت لكم صابلي، هذا هو يعني واش داروا هاد الزوج اللي نجحوا في شهاده الماستر. وان شاء الله نتمنى النجاح كاع لولادنا، ونقول لهم ان شاء الله هادو يقدروا ان شاء الله يكملوا ميم دكتوراه، نتمناها لهم. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم اتهلاو في صحتكم وفي امان الله.